مشاهدين الكرام، وصلنا وياكم لفقرة الغداء الخاصة بحلقة هذا اليوم. أنا وعدتكم ماذا باقي؟ ايش اسوي؟ بدي أسوي اللحم. يلا بسرعة الشغل. يلا أوكي. شايف الموضوع راح أسوي لكم الآلي نازك، مو صح؟ آلي. آلي نازك. آلي نازك. أوكي. أنا راح أسوي الأكل وعرفان يشرح لكم. بس السترة تعرف الصدر يا بلزح مالك. خليني أخلص. هذه تشوفون هذه قطعة اللحم، أقطعها بهذه الطريقة مشاهدين الكرام حتى أحافظ على تكون القطعة بهذا الحجم. بس أعطوني إياها هذه. أنت ليش واقف؟ هذه هي جاية من الله مقطعة، شوف بس هيك بالنص الحجم تريده؟ لا شوي أصغر بعد؟ إيه. خل أطبخ بمكانك بعد. خل أطبخ بعد بمكانك. مشاهدين الكرام، وصلنا وياكم لفقرة الشيف عرفان اللي هي الغداء. شنو وجبة الغداء اليوم؟ اليوم راح نسوي كباب تركي آلي نازك. مو علي نازك، آلي. يعني شنو الفرق؟ الفرق فرق من كان سلطان سليم الأول كان في زيارة للغداء. يعني هو علي سموه علي بس هو مو علي، آلي. اي آلي. فكان زيارة سلطان سليم الأول لغازي عنتاب. نعم. فباي الزيارة قدموا له، يعني تدري جاي سلطان لهم كمل. سلطان جاي لهم وقدموا له مختلف انواع الاطعمه قدموا لهم. فلما هو لها روايتين. نعم. فلما اكل هذا الاكل قال لهم من الايادي اللطيفه اللي صنعت هذا الاكل؟ هذا الشحم وياه وقيل اكيد وياه هو هذا ايادي لطيفه. نعم. طبعا قالوا منو الايادي اللطيفه اللي صنعت هذا الاكل؟ هي مصطفى. الايادي اللطيفه هي الآلي نازك. نازك لما يجي باسم نازك نذكر شاعرتنا الكبيره نازك الملاك شظايا ورماد. المهم فسموه آلي نازك لازم. واكو سبب ثاني. هيك فممثله فد يعني فد شيء يشبه الممثله هاي اللي شايفها بسلطان الهيام نفسها قدمت له الاكل كذلك. فسماها الايادي اللطيفه بسبب انه هاي الجميله حسناء اللي قدمت لها اللي قدمت لها هذا الاكل. بالضبط. اليوم من الايادي الجميله سوت اللحم؟ انت. آلي نازكات مو نازك، هواي نازك. صدق اقول لك ليش ما سلمت علي بالتركي؟ اقول لك هاي قصه بالنص واسويها قطع حتى كيفك حتى تكفي الكل. انا اشوف شو راح نسوي شيء بعد. انا اقتصادي بابا هيك شيء. زين ما سلمت علي بالتركي ليش؟ شو اسوي؟ ما سلمت علي بالتركي. ماني مو كلش قوي بالتركي. جود نايت دن. جود نايت دن. نص سنه. صباح الخير. اوكي. ايش لازم؟ تدلل. متفقنا يوميا؟ والله صح. خلاص مباشرة أقول لك وتحفظ الكلمات مع سلام الصباح. خلي خلص هسه خلي خلص. أوكي. ورا اللحم شو تسوي؟ بعد ورا شغل هواية. هسه هاي القطع زينة؟ القطع حلوة. يعني إذا أقول لكم شغلة تضحكون والله العظيم. باعوا. باعوا سويت. قصيت الشيف بس تشين. باعوا. هذا دليل على شنو؟ انه اني دليل انه ان شاء الله يعني تاخذ فد شيف. شوف هي تسوي قميص تسوي بلوزه بالرقبه طلع بلوزه بالرقبه هي قصيت زين مو صبعي باع شلون خطره شغلنا شلون خطره. انتبه على اللحم اللي يروح صبعي رايح وياهم. راح اخلي الجو اليك على شغله انا مو قدها اصلا. لا قدها ان شاء الله حبيبي انت. يعني بالطبخ لا. اوكي ان شاء الله تتعلم. راح اخلي الجو اليك ارجع لك ترى. اوكي كمل وارجع لك. اوكي شكرا جزيلا مصطفى. طبعا مثل ما معروف انه بالعراق او بدول هواي يسموه علي نازك، لا هو آلي بهمزه الوصل تكون على الالف. آلي نازك اللي هي قلنا انه السلطان سليم الاول راح في زياره الغازي عنتاب وقدموا له يا سلطان وزايرهم شلون لما يجي خطار قدموا له كل شيء. فلما اكل الاكله اللي هي نقول البيوريه الباذنجان اللي سواه لهم وفوقه لحم وشويه بابريكا قال لهم منه الايادي اللطيفه اللي عدت هذا الاكل. في روايه ثانيه انه واحده نفس مريم وزار اللي قدمت الاكل حسناء جدا فبسببها انه قال هاي الايادي اللطيفه اللي قدمت لي الاكل. الروايتين ممكن تكون صحيحه لكن انا اشوف الاولى اصح. اللي راح نبدي بيه احنا عندي اللحم يتقطع على كيوبس مكعبات عندي. هاي
شنو ثراميدك مصطفى؟ لا الجفوف. الشكل هذا هو المشكلة، انه القص مو هيك يعني مصطفى انطاني فد التقطيع، مو بهالشكل هذا التقطيع، اودي واسحب لما اجي اقطع نوبات. شوفوا قاعد يسوي هيك، هاي بالسكينة المنشار ممكن تشتغل، لكن كتقطيعنا نوديها ونرجع بها نقطع يعني بهالشكل هذا، تروح وبالثانية اضغط بالمرة الثانية. بالتأكيد ناخذ المقادير زميلي المخرج بهالشكل هذا. هاي المقادير اللي عندي بالجو اللي راح نقراها ونشوفها. تأكيد لحم غنم وكعبات كيوبس راح يكون 500 جرام، وعندي الباذنجان المشوي 4 قطع أو 5 بكيفكم حسب الرغبة، البصل، الفلفل الألوان والفلفل الأخضر الحار، والطماطم واللبن، زيت الزيتون والثوم والبابريكا، قلنا البابريكا سأشرح لكم عليها، والفلفل الحار الباودر والملح والزبد. أو ممكن أني أستغني عن الزبد وأخلي الزيت إذا عندي، إذا أردت أنه تكون عندي شيء صحي أكثر. البابريكا هي الفلفل الأحمر البارد، فلفل أحمر البارد يعني يكون بابريكا حارة، ماكو شيء اسمه بابريكا حارة. اكو سموكت بابريكا اللي هي البابريكا المدخنة اللي تدخن، يخلوها بجهاز وخشب انه ريحتها طعمها الفليفر مالتها يكون مدخن، وممكن انه تكون هي دائما باردة. كفلفل أحمر حار راح يجي عندي اللي هو هذا، راح يكون عندي هو الفلفل الحار. راح نبدي شوية، ممكن نبدي باللحم. اليوم راح نشتغل باللحم، ما اريد انه نار قوية عليه، اريد الصوص الجوسي اللي موجود، العصير اللي موجود داخل اللحم اريده يطلع يستوي اللحم، كلش مهم عندي هذا الموضوع. ما اريد اللحمة تستوي زيادة، اريدها تنطهي بالمي اللي راح ينزل من عندها. الطريقة الثانية قلنا انه اللي انطفى الصدمة اللحم بشي حار، الطاوة حارة، الطاسة حارة، راح يحتفظ بالجوسي والمواد اللي بداخله تظل بداخله. ولهذا الستيك لما نشتغل الستيك بنشتغله الميديوم رير او الرير اللي يكون يعني على درجة حرارة 40-35، يسوي بطنه ما مستوية او وردية، فنتركه وين؟ نتركه على جنب يذب الجوسي مالته ونرجع نقدمه، احسن ما يطلع بالطبق الصوص اللي عندي بداخله. هو يبدي عندنا البلو، الانجليش، الرير، الميديوم رير، الميديوم ولدان، والولدان. الولدان هو الفول الكامل اللي يكون درجة حرارته 70 لما نقيسه بالجهاز اللي دائما اقول عنه اني، هذا الجهاز هذا اللي نقيس به دائما، نقيس به كالستيك، نقيس به التشيكن بريست او الدجاج. لما نشتغل التشيكن بريست لازم عندنا درجة حرارة فوق 70 تصعد. ليش؟ يعني عندي بكتيريا السالمونيلا راح تسبب لي مشاكل، فدائما استخدم هذا اخلص من اي جدال او اي شيء عندي ببالي استخدمه به. وكذلك اذا استخدم بالستيك لحم استخدم هذا، ماكو شيء اسمه ستيك دجاج، اسمه تشيكن بريست، صدر دجاج. ستيك هي كلمة تطلق على قطعة لحم المشوية، فماكو شيء اسمه ستيك دجاج، اكو اسمه تشيكن بريست او صدر الدجاج. اللحم اللي عندي ما اريد يعني يصير كلش حار الجدر او الطاوله اللي اشتغل بها اني. اخليه براحته يستوي، نصير النار، ممكن انه اقبغه واتركه على راحته. خلص نترك انام. بالنسبة للباذنجان او الاج بلانت اللي نشتغل بيه احنا دائما، نبات يقولون انه نظفوا السواد اللي بيه، بالعكس اني السواد اللي موجود بالباذنجان
كلش احسه ينطف الطعم. كذلك الباذنجان ما ينشوي بالفرن، الباذنجان اما ينشوي بالفحم او على الطباخ. اريد الفليفر اللي ينطيني ريحه النار اللي تصير وياه، اذا كانت بالجمر او اذا كانت على الطباخ. السواد هذا عوفوه، اكو مي دائما يصير يطلع من الباذنجان كانه شيء يشبه الزيت كثقل ككثافه. هذا اللي موجود عندي، هذا للذبو ولا حد يصفيه بمصفي، هذا يجنن الطعم مالته. راح يكون عندي لما اشتغل البابا غنوج او المتبل او اشتغله بالالي نازك. بهالشكل هذا اللي راح يكون عندي. موضوع انه ينضرب خلاط وشي لا، راح يفقد كل الطعم البي كشكل. وين الطعم؟ انا اريد عفوا يعني لما تضرب وتقع شلون بنسوي القيمه؟ نحس بالخيوط اللحم طيبه تكون. كذلك انا هنا اريد احصل الخيوط مال الباذنجان، ما اريده يتقدم بشكل مهروس. الثوم دائما يسالوني على الثوم انه اني اجيب كل ثومه وابرشها، لا هاي الطريقه لكم شوفوها. راس الثوم كامل بدون تقشير، راس الثوم كامل يكون عندي بدون تقشير. هالشكل هذا ما اصعد اللي فوق، عمد لوقع القشور عندي جوا. الشكل هذا انا داخذ برش الثوم والقشور بالتاكيد. هذا انه انا اشيل القشور اسحبهم انظف المكان اللي فيه القشور. انا على مود لا تقشرون، ليش؟ لان لزمتوا، لو لزمتوا سنسن تبرشوه اكيد راح تنضرب الايد. دقه نزل الثوم هنا الشكل هذا صافي، ما بي اي مشكله. هالشكل هذا اصبح صافي انه مو الا سنسن واسويه اني. هذا الشكل اللي موجود عندي. نظف اليسار عندي. يا ريت ناخذ فوائد الباذنجان اللي موجودة عندي. تأكيد هاي الفوائد الباذنجان اللي عندي، من أهم فوائد الباذنجان انه هو مهدئ الأعصاب. أكفد اتهام باطل الباذنجان انه هو يوتر الأعصاب وبالحار يسوي الإنسان عصبي، لا، من أهم فوائده انه هو مهدئ جدا الأعصاب، الوقاية من السرطان، على مرض السكري، تقوية كموجود عندكم تخسيس الاوزان وغيره وغيره وغيره. هذا كله راح يكون عندي كفوائد، يمك اقراها، فكفوائد موجود عندك، والحفاظ على الذاكره والتخلص من التدخين. هذا كله راح يكون عندي هالاشياء موجوده بالباذنجان. كذلك ناخذ فوائد اللبن، اليوغرت، فوائد اللبن بهالشكل هذا راح تكون عندي فوائد اللبن موجوده. هواي هاي البروتينات، هاي الفيتامينات اللي موجوده عند البوتاسيوم، يعني الزنك غيره غيره غيره، هذه كلها موجوده كفوائد خاصه باللبن وراح تكون جدا مفيده لنا. صح صح. دائما انه الويسك عندي او المضرب، انا احاول انه الفظ الكلمه بالانجليزي وبالعربي تكونون ملمين باي شيء ينقال. نوبات لو تشوفون اكله او تشوفون شيء راح يجي المقدم الموجود بالبرنامج راح يحكي بالانجليزي، ما راح يعرف انه المتلقي ده يشوفه عربي. فبنقول اجل بلانت، نقول مثلا الواتر ميلون او غيره، او الكوكمبر، او يعني هاي كلها لازم تكونون ملمين بيها. ممبار بهالشكل هذا انه انا هنا ما اجي اضربه خلاط ولا اي شيء.
الباذنجان دائما ثقبوه لما تريدون تشوه، ترى لان الباذنجان تنتفخ وبعدين يعني شو مثل الطوق بالوجه، فدائما شوفوا انه من نشتغل الباذنجان نثقبه بالسكينه. شيء مهم كلش عندنا هذا الموضوع، هذا اصبح جاهز عندي، بس بعدين انه بدي اضيف له باقي التوابل اللي موجوده عندي. ارجع على اللحم اشوف ايش اخباره، اقلب لك الجدر راح اشوف الجدر. هذا الصوص اللي نزل عندي، هذا الصوص ويا الزيت هذا اريده يستوي بيه، هذا يستوي الاكل بيه، ما اريد انه اخسر هالشيء هذا كله، انه شد اللحمه عندي لا، اريده يستوي بالمي مالته، بالمونه مالته، ملح، شويه فلفل اسود وفلفل احمر. دائما اقول انه اني التيست هو اللسان مو المقادير، تيست لسانكم، شو تعجبون شنو اللي يعجبكم خلوه. البابريكا، السموكت بابريكا او البابريكا المدخنه او البابريكا الاعتياديه، انتم احرار بيها. البابريكا عموما من التوابل اللي تلون، اللي تلون الماده اللي تنزل عليها. الخضروات، نجي على الخضروات هنا عندي الطماطايه، الطماطم راح اخلي بيها زائد او اكثر، هذا اللي موجود عندي بالطماطم الشكل هذا. الفلفل كذلك عندي شويه كم فتحه بالفلفل، الفلفل الاحمر كم فتحه، اريد بس الحراره انه تدخل داخل الفلفل. الاصفر كذلك راح يكون عندي، الفلفل الحار كذلك راح يكون موجود. التوابل اللي موجودة هنا نضيف عليه الملح، راح يخلي اللي موجود عندي من مي موجود وين؟ موجود عندي بالخضروات، راح ينزل من عندي. رش الزيت، هذا طريقتي، هو اكو طرق هواية، اكو يشو رأسا بدون اي اضافات. علي نازك الطبخة اللي بدنا نشتغل بيها اليوم، موجود عندي الفرن جاهز. بالتأكيد انه أكلة تركية قدمت للسلطان سليم الأول لما قدمت إلى، بالشكل هذا أتركهم، أتركه انه ياخذ راحته بالشوي. طبعا بالتأكيد أنا بانتظار اتصالاتكم للإجابة على كل الأسئلة والاستفسارات اللي حابين تطرحوها، والأرقام موجودة أسفل الشاشة بالتأكيد. اللحم، اللحم اللي موجود عندي، لحم موجود عندي، هسه شنو ابدي؟ ابدي اعد اللبن ويا الملح ويا الثوم اللي خليناه بالباذنجان ونعده على اساس انه يجهز للتقديم. مشكلة اكو هواية تسميات لازم نصلحها كمجتمع خاص بالاطعمة بالعراق. مو انا اصلحها عفوا، لكن هواية اكو مفاهيم ما حد انطاني اياها بشكل صحيح، فانا احرص انه لما اشوفها بشكل صحيح او اخذتها بشكل صحيح من اي احد اوصل لكم اياها. اهلا السلام عليكم، احلام شلونك؟ الحمد لله.
صباح الخير شيف عفان. صباح النور، اخبارك ابويا؟ الله يخليك. اذا امكن ممكن سؤال يعني ولا امر معني. امر تفضلي. الله يخليك، بس اريد شلون واحد يسوي اللحم القواطي اللي الموجود بالاسواق؟ المثروم لو الكامل؟ لا لا، هذا اللحم مال القواطي، المرتديلا وما مرتديلا، هاي النوعيات. هواية طرق اكو موجود، ممكن تقلي، ممكن يوكل كلحم باردة. انا اشتري هذا لعندي مواد حافظة، فعلى مود واحد يسوي بالبيت احسن. اها، لا لازم تصنيعه. تصنيع هذا موضوع ان شاء الله ندخل به، واكون جايب المعدات اللي خاصه بي وتامرين امر. انا دا ارتب انه على الماكينه اللي موجوده عندي، دا اريد القي الشيء الخاص مثلا بالباسترمه او الخاص بالسجق، على مود اعده لكم بشكل صحيح وتامريني امر. ممنون. على عيني وراسي، عفوا ما عليك منه، انا ممنون منكم اتصالكم. نضيف اللبن. هاي لكم. طبعا انا وخرت القشوه اللي بالمصطلح العامي وخرتها، ليش؟ ما راح تنخبط عندي مثل ما اريد، راح يبقى هيك فت قطع منها، فبعدتها على جنب. الملح الموجود عندي، عصره ليمونه صغيره، تأكيد أني يعني هم أدخل شوية اجتهادات، لكن ضمن الأطر المحددة إلي، ما أخرج خارج الأطر اللي عندي. الشكل هذا أخلطهم، وأستخدم دائما ملاعق ديسبوزيبل. ملعقة ديسبوزيبل بالنسبة للتذوق، ليش؟ قلت دائما انه لما نذوق بالملعقة الستانلس ستيل او غيره، نجي نذوق وراح نرجع نفس الملعقة نفس المكان اللي اخذنا منه التذوق، المادة اللي نتذوقها، فراح يصير عندي فد مشكلة، لان انا ممكن اكون عندي اي مرض، ممكن عندي يكون اي مشكلة، راح انقلها للي بعدي راح يجي ياكل من نفس الشيء، فاتذوق وارمي الملعقة على طول. كلش طيبة طبعا، مو لان انا مسويها بس طيبة، الثوم ويا اللبن ويا الباذنجان طيب. اصبح عندي. الو، السلام عليكم تمارا، شلونك؟ الحمد لله زينة. شو اخبارك؟ شلونك شيف؟ الله يخليك يا رب يطول عمرك. طبعا عاشت ايدك على هاي الاكلات. يا رب يخليك ويسلمك، امريني. الله يسلمك. شيف بس سؤال. امر. بس شلون السمك شلون يروح الزفارة من عندها؟ يعني شقد اخلي لها وتبايل وهاي ما تروح؟ شيلين منها؟ السمك شلون اشيل من عندها الزفارة؟ ما يروح، مستحيل، منه من الصعب جدا انه هذا الشيء يكون، ما تروح منه الزفارة، هو بيه زفر، بس زفارة السمك طيبة، مو مثل الزفارة لما نلاقيها باللحم او بالدجاج تكون عفوا للتعبير تكون مقرفة ما طيبة، لكن بالسمك هو اطيب شيء بيه هذا، لكن ممكن شلون نقلل ممكن الخل، يعني انا قعدت الخل وشو ممكن يعني. الخل وممكن الثوم وممكن الكركم، هذا كله راح تستخدميه بشكل اعتيادي راح يشتغل عندك، لكن كزفارة هي من الله مخلوقه بهالشكل، وهي طيبتها بالطعم مالتها وبالزفره. طبعا احنا كلش نشكرك على هذا البرنامج الحلو وطبخاتك اللي تخبر. والله لي الشرف بكل اتصال منكم وكل كلمه شكر. الله يشاهد. يا رب يخليك. الله يسلمك. على عيني وراسي، على عيني وراسي. الله يسلمك. شكرا تمارا، شكرا لاتصالك. اوكي، اللي موجود عندي، نشوف الخضروات شنو اخباره. خضروات تقريبا بدأت تستوي. أنا أتركها تستوي. أبدي أطلع فد طبق، أبدي أخذ به الخضروات اللي دا تنشوي.
بالشكل هذا بدأ يستوي عندي. الفلفل كذلك، الفلفل الحار كذلك، الطماطة أصبحت بهالشكل هذا. ونشوى عندي. ألو، السلام عليكم ريم، شلونك؟ صباحك كيف حالك؟ الله يخليك أبويا، شو أخبارك؟ والله الحمد لله. شلونك؟ شكو ماكو؟ والله سلامتك ماكو شي، عاد فيك تعالي على الأسواق الطيبة. يا ربي يخليك ويطول بعمرك. عمري عاد فيك تعالي النظافة حل وحل، شنو معجزة بي؟ شكرا جزيلا، الشهادة أعتز بها. تأمرين أمر مقادير الكليتشة ثواني وتكون على الشاشة بالتأكيد. تأمرين أمر، تأمرين أمر، وشرفني اتصالك أبويا. الزيت اللي خليته عليهم وبقى عندي منه أرجع أضيفه عليهم. راح يكون كلش طيب الشكل هذا. استوى، استوى اللحم مالته خلاص، اصبح عندي جاهز اللحم. الو، السلام عليكم. السلام عليكم، شلونك؟ اخبارك؟ زين الحمد لله. شو اخبارك؟ خير والله. اذا انت زينه انا زين اكيد. السؤال امر. انا من جديد. نعم. زين انا شوي اللحم. لحم شنو؟ شبي اللحم شوي شنو؟ يعني انا من شوي اللحم ما صار عندي زين مثل ما يرغبون الناس. يا لحم يعني شنو؟ تكه قوزي، شنو اللي سويتي اللحم؟ القوزي. القوزي، القوزي اشتغلي بطريقة التقوير اللي قلت عليها، انه نخليه بالجدر وما نخلي كل شيء الا توابل قليلة، ونتركه يستوي بالمي مالته كلش طيب، راح يكون عندك واطيب 100 مرة من الشوي. وموجود ممكن تشوفين على اليوتيوب حلقة القوزي تقوير او اللحم التقوير، راح تشوفي كلش طيب وراح يعجبك. الو، شكرا. الله يخليك، انا اللي اشكر اتصالكم. هذا اللي صار عندي البصل، بصل هو البصل ما ينضاف له، بس انا احب ويا هالخليط اللي عندي احب اضيف البصل. مهم جدا انه ينضاف البصل وياه. لما هسه هي هنا صار عندي، صارت عاليه بعد ما سيطر عليها زميلي وياي، بلا زحمه عليك، هنا بعد ما سيطر عليها اقلبها واخليها هيك بالشكل هذا. صباح البصل نخليه على صفحه بالشكل هذا، بعد ما عندنا حاجة بالنسبة لتختة الخضروات. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم شيف، شلونك؟ هلا بجناز، شلونك؟ شخبارك؟ شلونك شنو؟ شلون صحتك؟ تفضل عمرك، صحتك شلونها؟ احكي لي. الله يحفظك ويسلمك ونعم منك. يا نعمة حالك، ربي يخليكم. انقال شيفنا العزيز، سؤال الحمالتي أمر. احنا لا ما راح نرفع المقاديس ان شاء الله، بس رايدين نعرف طريقه تحضير الدهين شو يصير يعني. راح اسوي تقابل مباشر بعيني يعني الاسبوع القادم يعني. مو بعيوني. امر خلي بعيونك. يعني لان البارحه ما سجلت، فاليوم انا اسجل انه عليه انه عندنا ونعم منك دهين. نعمه حالك وتؤمر امر. اي والله بقرب وقت شيف. مو بعيوني، الاسبوع الجاي الدهين يمك ونفس دهين ابو علي بن نجف. والنعم قلبي نعمة حالك.
السلام عليكم ميلاد. الو شلونك؟ الحمد لله، شو اخبارك؟ اخبارك ربي يخليك. الله يسلمك. ممكن تعرض لي اشوف الطريقه مال بيتزا، صوص البيتزا والصلصة البيتزا؟ بالتأكيد راح نعرضها لكم، لكن قبلها زميل المخرج مقادير الكليتشة أريدها اللي تطلبونها. جميع الأكلاتك يخبلون. يا ربي يخليك، أنتم تخبلون. شكرا جزيلا إلك، شكرا جزيلا. طبعا أنا محتاج الكليتشة اللي قبلها وبعدها مقادير الكليتشة وبعدها نأخذ مقادير البيتزا وصوص البيتزا اللي طلبتها الأخت ميلاد. بيتزا والصوص، هذا اللي كمل عندي اللحم، لحم. ألو السلام عليكم. السلام عليكم. طيب مصطفى شلونك، شو اخبارك؟ شلون الصحة؟ يا ربي يطول بعمرك يخليك. عاشقك على الاكلات الطيبة هاي. والله اني جدا اشكركم الكل كلمة تقولوها بحقي. اي والله، يعني شلون يقول نفس طيبه من عندك والله. يا ربي يخليك، منكم ناخذ النفس. أيوة. الطيبه ابويا انت. الله يعزك. بس سؤال شيت يا ابو زحمة. امر الكباب الشوي. نعم. انا ما اخذ من مثلا من فلان مطعم ثاني هالقد هذا، انا اخبط اللحم واوجه هي هذا الهوش مال عجل، يعني مال عجل هذا مال فخذ مال عجل، جد نخبطه وياه خطايا طولية. يعني انت لا تاخذ الفخذ، هي كل كل قطعة بالعجل هي مهيئة الأكلة، بس احنا كبالعراق نشتغل بمثل عندك عالميا الكتف للبرجر غيره غيره غيره. اخذ الدوش، دوش العجل. شلون الخفايف موجودة بالغنم اجلك الله، ناخذ الدوش اللي موجود عندنا، راح يكون اطيب دهين واطيب. يعني ممكن تخلي مثلا شيء نص، يعني ثلثين تحتاني وثلث تخلي دوش او شويه ازيد تخليه، راح يكون عندك كلش طيب ودهين ومتماسك. مو شيف ولا اطلع عليك شويه. لا امر امر العفو. مو هذا الفخذ ليش على مود الدهن مال الهوش، مو مثل مال الغنم، يعني هذاك شويه شلون يقول ضرر اكثر، فعفو صافي مال العجل. انت تريد كباب دهين ولا لا؟ هذا الخطايا كلية وياه. اسف المقاطعه، كباب دهين لو لا تريده؟ الدهين مال الغنم الدهين، يعني مو مال الهوش الدهين. اوكي اوكي. اذا خفايف مال الهوش وجد اخذ له خفايف وليه. اذا خفايف انت خلي له خفايف شي فد 400، وخلي لك ليه 300، وخلي لك 300 عجل صافي، راح يكون عندك كلش طيب. اها 300 400 عجل. اي يعني عندنا 700 راح يصير، وبعدين تنزل 300 عجل. البصل استخدم البصل الاحمر الحار وثرمه بالايد، وبعدين عصره خليه يطلع المي منه وخليه عليه. شلون هنا بالغربيه يسموه المخبوط، شويه فلفل حار والبصل الحار يشتغلون كلش طيب ويا الكباب. يعني كيلو مع العجل وكيلو مثلا ليره وكيلو مع الخفايف. لا لا، نقول عندك انت 40% من الكيلو قلنا نخلي تحتاني، 30% نخلي لي و 30% راح يكون عجل. ممنون شكرا. لا العفو ما عليك منه، استغفر الله. مقادير الكليتشة يا ريت ناخذها زميلي. هاي المقادير اللي عندي الخاصة بالكليتشة. هذا اللي موجود طبعا دا ذوق يعني. هاي المقادير الكليتشة الموجودة عندي بالتأكيد. السكر البني ممكن تغيروه بأي سكر تريدون، السكر الأبيض، السكر الباودر، ماكو كل مشكلة عندكم. البيتزا والصوص اثنيناتهم. تأكد هاي المقادير البيتزا كعجينة وكصوص. هاي الموجود عندي بالبيتزا كمقادير ثابتة. السمسم والحبة السوداء ممكن تخلون شوية حبة السوداء ويا العجين، وممكن تخلوه على الأطراف شلون ديش المرة سوينا احنا. ها صوص البيتزا اللي موجود عندنا، طماطم 1 كيلو نصفيها اخت ميلاد. نصفي الطماطة
ونطلع العصير اللي بيها وراح نستخدمه بالتأكيد. ألو السلام عليكم ملاك، شلونك؟ وعليكم. شخبارك؟ ألو؟ ألو السلام عليكم. ألو ملاك شلونك؟ شخبارك؟ الله يطول بعمرك أبويا. بس أريد أعرف طريقة السمك، يعني دائما أجي كل ما أسوي يقول لي السمك جاهز. بس شوية علي لي الصوت لأن ما أسمع. دائما كل ما أسوي السمك زوجي يقول لي زفر يعني السمك. هو قال شو أسوي للسمك يعني؟ خيل عطر هو زفر السمك. هو البيتزا يعني البيتزا طلعنا، بس بالنسبه للسمك هو الزفر يعني يجي، لكن هو يتدلل ما له علاقه. شويه خل، شويه ثوم، شويه كركم خيله، وشويه ملح، وخليه لفتره. لكن خلي ببالك عموما الخل، يغير لون السمكه ورا ما تكملي. واختاري السمكه الموسمينه ككارب للتقلاه لو شوي. لا لا شوي يقول الزفرة، اوكي ما يخالف. اختار السمكة الاثنين ونص، اقل من ثلاثة ما راح تكون دهينة كلش. وخلي له الملح اعتياد ويا عصرة النومي حامض، ممكن تلزمين النومي حامضة وتفركيها عليها او النارنجة راح تقلل هاي الريحة اللي عندك. واستخدمي ورا ما تخلصين، اكو ناس يخلون صلصة لكن انا افضل انه السمك نومي حامض وملح فقط. شكرا. على عيني وراسي. يعني هنيك على هاي الاكلات الطيبه. والله انا اهني نفسي بكل اتصال منكم وبكل كلمه منكم تكون بحقي، جدا اشكركم. يا رب يخليك. طبعا اهلا السلام عليكم علي. عليكم كيفنا؟ شلونك اخبارك؟ شلونك حبيبي مشتاقين؟ يا رب يخليك. وياك علاوي من واسط علي. والله اتشرف كل اهل واسط وبكل واحد اسمه علي. قلبي. امرني. بس اريد منك شغله واحده بما انك صديقي وصديق البرنامج، اسمعني من التليفون واترك التلفزيون، اكو فد تفاوت بالصوت والوقت بيني وبينك. لا لا ممكن بس المحسوبة. شنو يا؟ المقلوبة تؤمر امر. الله يحفظك يا شيخ. المقلوبة الاكلات الحلوة. يا رب يخليك، المقادير راح تطلع عندك وتؤمرني امر علي. وتحياتنا لكل اهلنا بواسط. راح اروح اصلي لك لحظة بالفرن اشتغل. اوكي. يعني المقلوبة عز صديقي علي، يعني هو التمن احمر من الثوابت بيها، ممكن تشتغل اطيب برايي انا. لما تريد يقول لك اذا ضربت فوجع واذا اكرمت فاشبع. انت اليوم لما تريد تطبخ طبخة شرقية اكل شرقي فتشتغل حسب الشيء الصحيح. الرز لازم يكون شوية دهين، تمن احمر، يشتغل كبس مو بزل. خلصنا، عندك باذنجان وبوتيتا وبصل وفلفل اذا حبيت، وممكن اكو ناس تضيف الطماطم. خلصت من هالشيء انه طبخت التمن على صفحه قليتهم ما عدا الطماطم ما تقلى، اذا اردت تضيفها بدي احكي لك كل الاحتمالات. سويتها دجاج او سويتها لحم ممكن جدا انه تسويهم، صفتهم شلون سويتها انا. ممكن اشوف على اليوتيوب عفوا حلقه بالمقلوبه، راح اشوف كل ما موجود عندي بالمقلوبه وكل شيء شارح عنها وتامرني امر. تنقلب لين تنقلب سموها مقلوبه. لأن هم يقلبوها. يا ريت زميلي عدي شوف. ايه نخليهم على الأطراف. وعموما
بالشكل هذا. نوع دا انطفخ. هي اصلا يخلون اللحم، يخلون الباذنجان عفوا واللبن وكل باقي المكونات ويديرون فوقه اللحم. لا لازم تسوي شيء عفوا شويه مختلف. البصل اللي قطعته بدون ما اسهيه او اخليه يستوي، خليته بس ياخذ شويه وطعم اللحم، خليته وياه. ايه ريحة البصل صارت ويا اللحم ويا الباذنجان تجنن، كلش طيبة صارت. الريحة اللي صارت عندي بالنسبة الريحة اللي صارت عندي باللحم اللي شرحت عنه أنا سابقا، إنه أنا من أريد أضيف بصل أو ثوم، لما أضيفه بالنهاية اللي موجودة عندي اللي اضيفها عندي بالنسبة للبصل او الثوم بالاخير راح ينطيني فد طعم قوي. فاني ضفت البصل اخير شيء، اخر ما خلصت الطبخة ضفت البصل، ما ضفته بالبداية. اريده كريسبي، يكون شوية كريسبي ويكون طعم البصل قوي بي، فما ضفته اني ضفته. الو السلام عليكم سيروان، شلونك؟ ام تشاوان. ام تشاوان بيتو، شلونك اخبارك؟ الله يسلمك، شلونك شو اخبارك يا رب؟ والله اذا انت زينه اني اكيد زين. من وين؟ الحمد لله من دربنا، اني من سليمان. طبعا سليمانيه. سليمانيه يعني جيراننا. اوكي. اي شلونكم شو اخبارك؟ شلونكم مثلث؟ شلونكم بالدرج؟ والله هو مرة بس جا شوية سوالنا دي وراح شوية جا الصبح. والله ما شاء الله يمنى ما تعرف هواية ثلج صح؟ هواية ثلج. عزيزك على ريوق الكباب اليوم سويته يعني شكله حلو. تأمرين أمر أبوي. ما أريد ظالم، بس أريد بلا زحمة عليك مقادير الكيك. تأمريني أمر. ما البيتية عندي أنا خليها بالفرن تنفش. وبعدين كيف اول شيء موضوع فتحه الفرن هذا ننتهي منه. الحراره لازم تكون اعتياديه. خلط الكيك راح ياثر بالضبط. خلط الكيك الاسفنجي، خلط الكيك راح يسبب لكم بعض المشاكل. انا يعني بالتاكيد الاسبوع القادم 100% راح اختار يوم اسويه بحذافيره لكم، وراح تشوفون الطريقه الصحيحه 100%. الكيك البيت مو سبنجي. شنو البيتي؟ راح اسوي البيتي. شنو تريد الانجليش كيك او غيره؟ على عيني وراسي. على عيني وراسي. تأمرين امر. الو السلام عليكم. هاله. الو السلام عليكم. هلا وهلا وسيف، صباحك. شلون اخبارك؟ الو عيني، انت شلونك؟ شلون صحتك؟ عست ايدك على هذا الاكل الطيب. يا ربي يخليك ويطول بعمرك. وهذا طبعا كلش يفيد للدايت ومشكور جدا. يا ربي يخليك ان شاء الله. والله يسلمك. بس شوف عفية، اني هسه الله شفت الحلقه كانت مطفيه الكهرباء. زين. بس اشرح لي شنو عندك، يعني شنو اللي سويته؟ اللي بالطبق الالي نازك؟
تأمرين أمر اللي على قبالي لأنه شكله مال دايت لأن كله شوي مو بعيني الكهرباء مطفية عندي تسلم عيني مو بعيني تأمرين أمر أبوي أنت مرة وعدتنا على أساس تسوي كاهي أي والله عندي خطار يردون يجون من الخارج بعيني بعيني أنا المشكلة اللي عندي أكو موضوع أنه أريد الطحين اللي أريده وصيت عليه مجرد بس يوصلني الطحين رأسا أسوي الكهوة تأمريني أمر تسلم لي لا يأمر عليك ظالم على عين الله اليوم نزل لي إياها عافية الشيفاي اليوتيوب شنو عفوا؟ نزل لي إياها على اليوتيوب تأمرين أمر على عيني وراسي يسرح أشرح لك اللي سويته أنا شنو وتأمرين لا يأمر عليك راح أكرر المقادير هسه مرة ثانية لا عفوا ما عليك منه أم أبويا راح اكرر المقادير وراها راح اشرح لك شنو اللي سويته شكرا لك عندي لحم غنم مكعبات وعندي البيذنجان والبصل والفلفل الحار الاخضر والطماطم واللبن والزيت الزيتون والثوم والبابريكا والفلفل الحار الباودر والملح والزبد او الزيت اني الزبد يخلوهم ما اني اليوم خليت زيت زيتون على مود انه ما يكون فد شيء ب هواية سعرات حرارية هواية مشاكل تسوي الخضروات اللي عندي يبقى عندي آخر إضافة اللي هو دائما تنضاف بالطبق الآلي نازك هو لفظة احنا متعودين على علي نازك لكن هو علي نازك اللي راح نضيف به يضيفون بالاخير اللبن صباح الخير هلا وحبيبي شلونك هذا اللبن ليش هو هذا هو يجي هيك كيف السلطان بس انا سمعتك ترى من حكيت عليه اني على مال اللحم قلت ها شنو تسوي لي شبيه شنو استهرم لي شيف ترم بعض لا ستعوف الشيف ها. بس شو الثرم؟ لا لا حلو الثرم لا ما نسمعتك قلت هو مو هيك ثرم هيك لازم السكين لا لا انا احكي عليك يا طاني انا احكي عليك انه قدام العالم يعني هسه ما المشكلة خلاص الرشة وينها؟ الشكل هذا شوف فورميني ما كل يوم الشكل هذا نرجع للستارة اللي اتصلت انا شنو اللي سويته الخضار بزيت زيتون وخليتهم توابل خليتهم بالفرن هاي انتهينا منهم باذنجان مشوي هرسته شويه ثوم ملح وفلفل اسود خليت عصره ليمون اصبح الباذنجان ويا اللبن جاهز اللحم خليته على النار على نار هاديه شويه ضفت له البابريكا ضفت له شويه فلفل احمر وفلفل اسود وزيت الزيتون تركته يستوي بالمي مالته بعدين خليت ما موجود عندي من باذنجان وخليت فوقه اللحم والبصل ضفته اخير شيء شويه ويا اللحم اريد طعم البصل راح يصير كلش طيب من اخير شيء يكون كريسبي مقرمش انه من اكل وبعدين ضفت هالاضافات اللي قدامك تأمريني امر ممكن على اليوتيوب تشوفيها الحلقه صحة وعافية الله يخليك عاشت ايدك يا رب يخليك اذا مشاهدينا الكرام وصلنا وياكم لختام حلقة هذا اليوم ان شاء الله اوقف قبل الختام شكرا الميز وصف والله فززتني على بالي فد شيء لا لا اوقف الميز راح ياخذ تصوير علي اهم شيء النظافه يا ربي يخليك عشت ايدك زين خليني انا لو اشيلها عيني خليني لو اشيلها لا لا انت بس اختم لنا بس اختم اني مشاهدينا الكرام وصلنا لكم لختام حلقه هذا اليوم نامل نلتقيكم ان شاء الله يوم غد بيوم جديد يوم مليء بالتفاؤل والمحبه على كل شعبنا العراقي وتحياتي وتحيات شيف عرفان وكل كادر البرنامج والختام سلام